أهلا بكم متابعينا الأعزاء، تعالوا نتعرف على أعمار ووفيات أبطال مسرحية ريا وسكينة إنتاج 1982. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للموضوع واشتراك في القناة وفعلوا زرار الجرس ليصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. الفنان نعيم عيسى، تاريخ الميلاد 6 يناير 1937، مكان الميلاد مصر، العمر 85 سنة. الفنانة راندا محمد علي قطب، تاريخ الميلاد 25 سبتمبر 1964، مكان الميلاد مصر، العمر 58 سنة. الفنان عبد المنعم مدبولي حسن، تاريخ الميلاد 28 ديسمبر 1921، مكان الميلاد حي باب الشعرية، تاريخ الوفاة 9 يوليو 2006، العمر 84 سنة. الفنانة فاطمة أحمد كمال شاكر، اسم الشهرة شادية، تاريخ الميلاد 6 فبراير 1931، مكان الميلاد الشرقية، تاريخ الوفاة 28 نوفمبر 2017، عن عمر 86 سنة. قام بدور عبد العال في العرض الأول الفنان حمدي أحمد محمد خليفة، تاريخ الميلاد 9 نوفمبر 1933، مكان الميلاد سوهاج، تاريخ الوفاة 8 يناير 2016، عن عمر 82 سنة. الفنان أحمد بدير، تاريخ الميلاد 20 يونيو 1945، مكان الميلاد جنا، العمر 77 سنة. الفنانة سميحة توفيق الطوخي، تاريخ الميلاد 13 مايو 1928، مكان الميلاد الفيوم، تاريخ الوفاة 11 أغسطس 2010، عن عمر 82 سنة. الفنانة سهير حلمي إبراهيم البابلي، تاريخ الميلاد 14 فبراير 1937، مكان الميلاد دمياط، تاريخ الوفاة 21 نوفمبر 2021، العمر 84 سنة. الفنانة أمال سالم، تاريخ الميلاد 27 أكتوبر 1924، مكان الميلاد مصر، تاريخ الوفاة 12 مايو 2010، عن عمر 86 سنة. ألحان وموسيقى التصوير بليغ حمدي، تاريخ الميلاد 17 أكتوبر 1931، مكان الميلاد مصر، تاريخ الوفاة 12 سبتمبر 1993. أشعار وأغاني عبد الوهاب محمد، تاريخ الميلاد 7 نوفمبر 1930، مكان الميلاد مصر، تاريخ الوفاة 15 يناير 1996. الذي أدى صوت مذيع الراديو هو الفنان سعيد صالح، تاريخ الميلاد 31 يوليو 1940، مكان الميلاد مصر، تاريخ الوفاة 1 أغسطس 2014. مصمم الاستعراضات محمود رضا، تاريخ الميلاد 11 نوفمبر 1930، مكان الميلاد مصر، تاريخ الوفاة 10 يوليو 2020. المنتج سمير خفاجة، تاريخ الميلاد 13 أغسطس 1930، مكان الميلاد مصر، تاريخ الوفاة 21 سبتمبر 2018. المخرج حسين كمال، تاريخ الميلاد 17 أغسطس 1934، مكان الميلاد مصر، تاريخ الوفاة 23 مارس 2003. المؤلف بهجة قمر، تاريخ الميلاد 27 يوليو 1937، مكان الميلاد مصر، تاريخ الوفاة 3 يناير 1989.